اليوم فرحان برشا 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 باستقبال الممثل والمسرحي والفؤوف محمد السياري. سي محمد مرحبا وبيك يا عزيزي إسماعيل. بعد نعرف اللي انت تحبني برشا وانا نحبك زادة ونحترمك برشا وتقابلنا من ايام يا حسرة تحلي شورب وحتى قبل بعد صحيح نسمعك في الراديو واخر مرة حكيت مع زعيم قال لي معناتها شنو الاصوات قلت له زكريا شكون زكريا قد بيت قال لي شكون زكريا قلت له في موزايك من الجون عنده اون تري بيل فوا وكذا قال لي اسماعيل انا فرحت كيف فهم اللي هو اسماعيل معناتها زكريا واسماعيل بعاد على بعض شيء بالبيض هما في الاس في الكرونولوجي بتاع دي فما اسماعيل وفما زكريا بالعاني الفازه ولا شيء ليه ما انا ما ذكرتش خايبه ياس فساعات انت ما تجي ما يسرلكش انه اسم عنده اسم تقول عليه انت اسم واخر ديما صحيح هي صحيح خاصة له لابسيوس هذاك في حد ذاته يخون اكثر من مره وكل شيء صح لاباس سي محمد الحمد لله الامور باهيه الحمد لله باهيه معناتها واحد يتأقلم مع الأجواء وخاصة كي ما يسمعش السياسة تبدأ الأمور به مالا أختارنا من السياسة جي سي سي على الأبواب باش تمشي تفرج في الأفلام سي محمد من الناس اللي تحب تمشي القاعات ولا لا بالعكس نحب ما بحكم عندي الارتباط بالتسجيل ما عنديش ستوك البرنامج نهج التريبينال دونك ما لازمش نخطف روحي أنا طبش نعمل امبتي ستوك مثلا الليله نكمل من بعدك نمشي لانه يعني اخر حلقه تعديت هي اليوم في نسجل حلقه وغدوه معناتها نسجل بحول الليل تحب الليل برشا سي محمد نحن معناتها نعيشوا كان بالليل هي الحياه بالليل ازين برشا للامانه خاطر انا نسجل في الدار وما فماش حس في النهار كله في برشا لكن فما الحس بتاع الليل نبيح بتاع كلاب محلية ذيك والله ذيك نعمل بيه راحة انا ذيك صوت ذيك نعيش بيه سي محمد السياري كي نقولوا محمد السياري نقولوا قضايا نقولوا جرائم نقولوا حكايات وانت تكون الراوي اليوم اخترنا باش نعملوا فازة مغايرة للعادة نهج التريبيونال والدريبة باش يتحول لنهج برجل اللي هي التسمية القديمة المون بليزير وين موجود مقر إذاعة موزايك فين باش نولي انا الراوي لو تسمح لي وباش تولي انت شخصية الرئيسية نتاع الحكاية حاضر ولا ليه؟ بيان سور ننطلقوا هذه نهج برجل نهج برجل نهج برجل نهج برجل على موزايك اف ام مرحبا بكم في برنامج نهج البرجل وقضية اليوم أحداثها بدأت في 31 جانفي 1957 ببيجا هي دادو نيسانس متاع سي محمد السياري في قضية اليوم لعنا لا قاتل ولا ضحية أما نحبوا نتعرفوا عليك أكثر سي محمد السياري من خلال تحقيق والأنتروغاتوار باش نبداو في كل مرة ناخذوا في معلومات عليك محمد السياري متحصل على شهادة في العمل الفندقي بعد التخرج اختار ثنية أخرى مشي للمجال المسرحي شم هسك حتى الغادي ولا كيفاش لقيت روحك الغادي هو في الحقيقة أنا ما قريتش مهني قريت معناتها نجحت سكوندير قريت في البير بلون تروازيام اني سكوندير كان فما اختيار وقتها في تروازيام اني كانوا يحبوا يهزوا معناتها شكون يحب يقرا مسرح في السن نتاعي في الوقت هذاك فما ينجموا وبابا خيرني اني نمشي نعدي امتحان في قراءة الواحد الفندقة معناتها ايكول معناتها لوتيلغي نتاع اوتيل لوري في حمام لنف معروفة ليكول اوتيلير نتاع حمام لنف مهنية على اساس يخليني نعمل المسرح خاطر انا نعمل في المسرح سي تاندير دونو مشيت عديت مع ناس معناتها راهو عندهم باك انا قوي في انا ما اضطرتش معناتها نقرا معناتها لو ميور دو ما كلاس ان شاء الله معناتها نهار نبعث لك البيلتان الاول في الرياضيات في الفرنساويه في الكل معناتها
وداير انا خرجتها مره على الفيسبوك لهني يلقى روحه محمد السياري. مشيت ونجحت بعد فما بورس بكنز دينار وقتها الوقت هذيك بورس بكنز دينار وقريت معناتها خاطر القرايه الصباح نعملوا تيوري فهمتني على لي كومبوزونت معناتها نتاع لي روسيت وكذا وكذا ونقراو حاجات اخرين زاد ووصلوا يقريونا ستينوغرافي شنعملوا بها في الوحده سيتي كوم سا يحبوا يعلمونا اقصى ما يمكن من اشياء ومام معناتها معناتها الفروع فهمتني خاطر الكويزين والباتيسري تتعامل مع اللي فريغو درجات الحراره قداش تكون بالنسبه لكذا كذا والمكونات نتاع الفريغو اللي فيهم في الوقت هذاك الفريون 11 اللي برد اللي يصبوا كيما الغاز فما حاجات اخرين معناتها A52 وغيرهم وليفابوراتور والكوندنساتور حاسيلو هذوما تو سكي سيونتيفيك. لكن هذا ما استهويكش قلت قريت وكنت من الاول معناتها في الامتحانات ونجحت معناتها اما ما مشيتش كان نعدي ستاج جاني في الافريكا عندي زملائي يعرفوني وكذا فما اللي مشاو للشيرة سوسة فما وفما اللي خدموا في الاوتيل هذاك اللي مقابل المسرح ما عليناش انا حتى نعمل في المسرح معناتها الكونتر بارتي خاطر نقراو ديما من الصباح حتى الماضي ساعتين البراتيك هو فطور للليكول الكل من المنيو للديسير دونك الشهاده نتاعي موجوده في نفس الوقت انا نعمل في المسرح في دار ثقافه ابن خلدون مع الراحل منصف الازهر الله يرحمه من غاديكا محمد السياري بشوي بشوية الغرام متاعه بدأ يتبع فيه لين 1974 إلى حد الساعة هذه 1974 بديت ببرنامج القضايا بعد جي نهج التريبيونال جي نهج تريبيونال ودريبة 1974 بدينا بالقضايا ذات هامة 1974 أنا في فرقة دار الثقافة ابن خلدون مع المنصف الأزهر وجاء حبيب مسلمان وجه له تحيه نسلموا عليه وقتها هو اسيستون جاب خلى لي نص على اساس باش نجي انا من غدوه لمؤسسه الاذاعه والتلفزه في الوقت هذاك فيه دور بطوله انجون فهمني في القضايا القضيه هي مع ابو البابا مرابط الله يرحمه فهمني أنا أصلا لغريف الأمر ما نعرفهاش الإذاعة وين موجودة إي بورتون بابا يخدم خضار في مرجي لافايات دبشي لافايات إيه ما نعرفهاش وبابا مغروم بالراديو اللي عنده نوعيات الراديو كل مرة يشري مني أنا صغير فمني في الدار يبدأ يا محمد أطلع ما بدي لي القصبة كان جيت توقع له قصبة واحد ولا اثنين محمد سياري حاجة معناتها خلي نزيدو نديفلوبيو القضايا إلى حد الساعة هذي وانت تحكي على الإجرام وتحكي على الحاجات اللي عندهم علاقة بالقتل وكل شيء ما أثروش فيك نفسيا هو في السن هذا ما أثروش على خاطر أنا أنسرت مومون وقت يجي باش نعدي سيزيان ضربتني كهرباء في شارع محمد الخامس يعني شطر اللي صار الكل الوقت هزوني حطوني في عديت سيزيان نتاعي في شيز رولاند في حد ليه هزوني وحطوني في الكرسي دكار مش نعدي وبشي وراو على نجحت بكل بعصابة نجحت وقتها البريمير متاعي أنا عملته في مدرسة نهج لينين كان اسمها مدرسة نهج لينين تا وليت مدرسة ما نعرفش الإمام شكون ما فهمتش شنية علاش لا علينا حتى في البير بلان بير بلون ما عادش ولا زاد اسمه تسميات انا على الاقل الامام مسلم على الاقل في تاريخ تونس باش نحافظوا على تاريخ تونس معناتها كله تخلي التسميه القديمه وتقول وتحط كذا مثلا الامام مسلم مانيش ضد وتحط اما مو خلي الاوثنتيسيتي باش الناس كي تتعدى غاديك تقول تيان البلاصه هذه راهي تذكرني في حاجه ما تنجمش تمحي معناتها تاريخ بلاد باسماء الانهجه القديمه كذا ما عليناش ما نعمل
من غاديك سي محمد السياري القضايا وغيره وغيره رينيك في المسلسلات التلفزية غادة عمر 94 المتحدي 97 من أجل عيون كاترين باش نحكي برشا جوز تبعوني نجوم الليل الريسك المنارة مسلسل نصف يوم من قناة الام بي سي تاج الحاضر ولاد مفيدة ريسك مشاعر ممالك النار الجاسو الشورب سينما سلطان المدينة بورتو فارينا باب السماح لوغ نوار في المسرح المشهور بدي 76 مع تأسيس فرقة المسرح المثلث بعد التحقت بالفرقة التمثيلية بالإذاعة الوطنية ممثل ومخرج بقسم الدراما مسرحيات الليل زي مراد الثالث ظلموني حبيبي وكمخرج زاد المسرحية مراه في حمام رجال الليلة شابي وفي عديد التجارب الإذاعية كي تشوف هذوم الكل سي محمد سياري اش تقول بينك وبين روحك؟ وأحلى فترة هاي. هي وقت اللي كي دخلت للإذاعة وليت نعمل في الإخراج للأطفال في العام تقريب الثالث معناتها عمري 23 24 خذاني منصف عمل عبد الغنيب نتاعها كلمني باش نخدم معاه في مسرحيه في التاسيس الاول للمسرح الوطني واللي هو عام 83 وعملوا لي ديتاشمون يعني منصف السويسي عمل لي ديتاشمون باش وليت في المسرح الوطني مسرحيه اسمها اسمع يا عبد السميع الباكورات المسرح الوطني هما اسمع مسرحيه اسمع يا عبد السميع نص عبد الكريم برشيد مغربي اخراج عبد الغني بنتارة تمثيل فيها زوز من الناس محمد السياري وجميل الظريف العام اللي بعده يا ثروة في خيالي كوميديا هذا التأسيس الأول اللي في حجر السياس خمس سنين عديتهم في المسرح الوطني اللي أنا من أسعد ومن أحلى الأيام لأنه سي دو تياتر بروفيسيونيل مش تفليك معناتها مسرحيتي أنا مشيت لسوريا مشيت للعراق مشيت للجزائر ويا ثروة في خيالي كيف كيف وزوز مسرحيات هذم كانوا ناجحين معناتها نجاح منقطع نظير جاب ربي تصوروا في مصر اسمها يا عبد السميع تصور ونجح أكثر محمد سياري مسرح تلفزة راديو انا ولد المسرح وفي الفتره هذيك الفتره المغموره لانه تعب بعد كي جاء محمد ادريس الناس الكل خرجت عيسى حراث وغيره معناتها يعني دي كاليبر نتاع التياتر انا رجعت للإذاعة نتاعي بحكم اني مرسم انا 20 ترسمت في الاذاعه حاجه حلوه اللي هي زنزير في حيط ما عادش مسمار شنيول هذه زنزي ليه الافاق انا قريتها انا ملي انا صغير قريتها الحكايه يعني قبل ما نوصل انا عمري 20 نشوف المشهد نشوف فيه بكله بسياسته وكل شيء لكن محمد السياري معناتها انا متاكد انه مثلا الله يرحمه بورقيبه مش يقعد غادي ووقتها معناتها مدى الحياه دونك الدولة مازالت كي تأسست وقوية بجيشها وكذا كذا والعبلة والسسمو اللي حاول الانقلاب كذاش تم اعدام ودونك واضح الخطا نتاع انجان دونك قلت في بلاستي يلزمني نقعد انا نحب التمثيل مش نعمل انقلاب شو ندخل لكن محمد سياري لكن بعد المسرح التونسي هو ان تياتر افونغارديست من الوقت هذاك صحيح خافوا منه وكان على ذلك كانوا عاملين معناها ان كوميتي دو سانسور يجي لجنه تتفرج نحي هذه لكن محمد سياري حكيت على المسرح حكينا على التلفزه المسلسلات اسكو تغيظك في مرحله ما الناس ممكن ما تعرفكش بادوارك ما تعرفك بصوتك اكثر هو باش نعطيك حاجه علاش الناس يعرفوني لتو اللي ربما ما تجيش البال حد انا خدمت صغير تعرفت صغير بالقديه مع ادوار بطوله مع كما حكيت لك هذيك القضيه اللي مع بولجابا مرابط مع عبر زيق الحمامي قضيه زاد كيفاش واحد معناتها حرقت دار كامله حصيله ونعيمه ونعيم وصنعت بوه لا يعايروها كالسارق هذاك هذوما الكل في شبابي معناتها خدمتهم بخلاف لي تيلي فيلم معناتها مع مسلسل الزورق الصغير وانا صغير بعد كي نحكيه لهنا نحكي اول مسلسل بالالوان هو معمول عام 1977 دونك انا عمري 20 سنه
هكذا ما أنا وبلقيس شريها ومعتها عشت النجاح في فترة مبكرة في فترة مبكرة بيان سور. لكن بعد من نجاح إلى الأدوار الثانوية لا مش للأدوار الثانوية أنا قعدت 16 سنة ما خدمتش وعلى هذاك ديما نقول انا يا ما فماش دو بوتي رول يا با دو بوتي رول كوميديان يا دو جران كوميديان وصحيح انا حتى نعطيك مارلون براندو ابوكاليبس خدم شوف ستيكونس خدمها اما حاجه خشينه ياسر تقعد في الكوت معناتها اي ما العقليه نتاعنا معناتها ما يقول لك احنا مانيش شرقيين غربيين بالمفروض فهمني يحبوا ادوار البطوله يا اخي خدمت انا ادوار البطوله لكن ان سارتان مومون الممثل يكبر يولي عنده ادوار اخرين لكن نحن في تونس رانا ما عندناش طروحات قويه في السينما نسبيا وربما قاعدين نعيشوا في لو سيركل فيسيو لكن لي جون توا عندهم طروحات اخرين وماشيين معناتها يحبوا الفيلم التونسي يكون يمشي للغرب ما يقعدش مقوقع في الشرق رغم اللي نحن في الغرب فما امبيسيون لكن لهنا محمد السياري 16 سنه قعدت قلت ما نخدمش 16 سنه بعيد لهنا في الفتره هذه يظل صوتك انقذك هو في 16 سنه ما تنساش اللي انا مع عندي مشاركات في افلام من جملتهم مع اسمه لا بورتا ديل باردون خدمت في طاليني بسمح كانوا يجيوا افلام يصوروهم في تونس في فتره من الفترات معناتها بون ما مش باش يعطيونا ادوار بطوله مي كوميم انا لا بورتا ديل باردوني فرانشيسكو سبيرانديو خذاني من سيري فيها خمسه حلقات نخدم في دور الجنرال باوتوني نتاع سانت اوغستان معناتها عجبو الجو نتاعي يعني في الواحد هذاك قال لي بعث لي معناتها من لي اسيستون توانسه هو يخدم برومي اسيستون معناتها على اساس نقبل معناتها نعمل معاه كاستينغ في ان كور ميتراج عملت معاه كور ميتراج خذاني والكور ميتراج تنجم تحل ليام ليام دي بي معروفه مش تلقاها وتلقاني انا في الافلام اللي خدمت فيهم الكل مع القور سي محمد ساري سمعتها اون بيل فوا une belle voix انا بيدي ما عرفتهاش هي معناتها هي une belle voix هي نطق مخارج حروف باهيه ما فيهمش معناتها لا لثه كل واحد ما يبداش لثون ولا عقون ما فماش حاها في النطق وكي يتكلم الدارجه التونسيه نتاعو يقولها كما ينبغي بمفرداتها القديمه وماخذوا فيها صور حلوه خاطر الدارجه نتاعنا معناتها توصف ماهيش عاجزه باش تعبر على صور مهما كانت هل فما خليفه اليوم المحمد سياري فما الخليفه السادس معك هل فما خليفه لمحمد سياري مش خليفه فما موجودين اصوات برشا معناتها برشا اصوات حلوين فهمني انت مثلا نعطيك مثال يسوفي انت تنجم معناتها تعمل سو جونر هذا نتاع لي في ديفير ولا تحكي نامبور كيل استوار عندك من لي مودولاسيون في صوتك بالحق شكرا. بالحق معناتها وفما برشا نعطيك مثال انور العياشي صوت مزيان فما برشا وحود فما اصوات راكزه مريقله فهمني مخارج الحروف حلوه ويقعد الاحساس الاحساس والذكاء نتاع هالصوت هذا كيفاش تعدي المشاعر عنده تجربه انا عملت الاخراج وعندي جوائز في معناتها كمخرج اذاعي ومخرج تلفزي وعملت المسرح وعشت التجربه في الاذاعه مع عمر خلفه وغيره من الممثلين الكبار وتعلمت منهم حاجات كيفاش فما نطق حلو للدارجة التونسية وأتقن العربية كما ينبغي توجي الأمور بطبيعتها سي محمد سياري تسمح لي ندخلك فقرة قفص الاتهام تفضل ملا مع محمد سياري ندخلو لقفص الاتهام قفص الاتهام
سي محمد سياري، لقيت روحك متهم وألا في قفص الاتهام مرة من حياتك، نعم أو ليه؟ إيه نعم؟ باه، في كل مرة باش نتهمك وأنت باش ترفع على روحك. في قفص الاتهام باش نجيب حديك سي محمد سياري من غاديك، باش نجم نقرب لك أكثر لهنا. ولهنا الضوء باش يتبدل في الاستوديو. سي محمد سياري متهم بكونه مادي. والله التوبة هذه ضحكني. أنا أولا في الأعمال التونسية عمري ما طلبت، معناتها نعطيك مثال، ديجا عندي زوز دو كور ميتراج خدمتهم بلاش، مجانا. فيلم مازلت كي مش اللي كملت اللي قبله اسمه أهل الهواء، خدمته بسوم رمزي اللي معناتها قال لي رانا بلاش سوبفونسيون، ما غير دعم. قلت لهم انا راني الفيلم التونسي عمري ما نطلب عليهم حاجه كبيره، معناتها في العمر هذا محمد سياري مغرور. هو محمد سياري فيه من الغرور؟ ما عنديش علاش أن نكون مغرور، لأني أنا من صغرتي معناتها نخدم في المهنة هذه، وإنسان معناتها صديق لأصدقائي، وعمري ما معناتها ما كنت عندي أعداء مع الحقيقة، معناتها خاطر ما ينجم يقول لك اللي ما عندوش أعداء ما عندوش أصدقاء، لكن أنا أصدقائي ما همش برشا، وكما يقولوا ألف صديق ولا عدو، خذر عدو ينجم يخلق يقولوا لي مش فيك مخلوق يشريهولك. هل محمد السياري ينجم يبدل ويتنازل على مبادئه؟ نتنازل على مبادئي ما تجيش، معناتها واحد عنده مبادئ ثابته، يعني المبادئ هي ثابته والمواقف ثابته. تنجم المال تبدل مثلا؟ ما إذا كان ما بدلنيش من قبل ما ينجمش يبدلني توا لشيء بسيط. أنا ريت كزنزير في حياتي، عملت 40 سنة خدمة والرتريت متاعي الحمد لله اللي أمبيكابل. محمد سياري معروف زيدا بكونه سوليتير، وحده سوليتير، خاطر ما شفتنيش مع مجموعتي، عندي أصدقائي. أنا مثلا أنا وفرحات جديد هو موسيقار وممثل ومعتها مسرح، يعمل العديد من مسرحيات الأطفال ولحن برشا، معتها يعني دي سي دي للصغار. وجمال العروي صديقي، جمال العروي ومعتها عندي برشا أصدقاء، أصدقاء ونتقابلوا فهمني، معتها نقوموا بزيارة المكان، معتها نقعدوا مع بعضنا على الأقل مرتين في الجمعة. هل برشا أصدقاء، أصدقاء. هل محمد السياري في مرحلة معينة من ناحيته لسانه وصراحته ضروه؟ هو في شبابي معناتها صراحتي معناتها تكلفت لي، خاطر بون مؤسسة التلفزة كانت مونوبول، فماش إذاعات وما فماش تلفزات، إذاعة مع أمور أمريكا بها فيها دونك نتكلم، وفما معناتها أصحاب السوء يغيروا ربما الكلام نتاعي اللي هو نقد لما هو معناتها قاعد يتقدم. وعلى ذلك أنا معناتها تعاقبت ومحاولي 16 سنة من عمري تجميد، جمدت وقعدت، أما عملت المسرح، عملت لي سبوت بوبليسيتير، وكنت من الأولى اللي أسس أنا النجم نقول أول واحد عمل سبوت مع علي منصور. تذكروا سبوت هذاك الأوليني؟ باكو مو طالع في الصحاب. ورقة كاملة يحبني نقدها أنا تقريب في 40 سكوند. إي لا فيتيس. إي لو ديبي وديفي نعرف. لو ديبي تو تحب الونفاق. هذه تو في العمر هذا لازمها جارية 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 جارية. أما ليه؟ أون انستيتيسيون بيتم معنى الكلمة. أي خلينا نخرجوا من قفص الاتهام. أي. قفص الاتهام. سي محمد السياري باش نختبر ثقافتك في عالم الاجرام، درا قداش من حلقه عديتها وتحكي في ابشع الجرائم وتحكي وكل شيء. دونك في كل مره باش نحكي لك على ان تور اون سيري، وانت لازمك تطلع اسمه في كويز سبيسيال في عالم الاجرام. تنويه بعده صغاركم على الراديو، هذه صدى المحاكم.
صدى المحاكم. في كل مرة باش نعطيك دي زانديس ولازمك تطلع لي شكون بين 1978 و 1991 قام بأبشع الجرائم بمنطقة ميلووكي. هو من مواليد 1960 وعاملين عليه سيري حاليا في نتفليكس. وفي 1992 تحكم عليه بالمؤبد بعد قتله لي 15 شخص. من هو؟ هو ديجا هذي أنا عملت عليه في نهج التريبيونال في حلقة واحدة. هو جيفري دامر به واحدة في الوينز ونسميه منشير دامر ودامار به. نمشي للثاني. هو تولد في 1930 بكولومبيا وقام بجرائم بين 1974 و 1986. تجن في كولومبيا وهرب للإكواتور وقام غاديكا بجرائم أخرى وتحكم في 1989. من هو؟ هذا دانيال بابوسا. صحيح. نتعديه للثالث. تولد في 1933 في ألمانيا وتوفى في وتوقف في 1976. بين 1955 و 76 قام بأبشع الجرائم. المحاكمة متاعه بشدو 151 يوم وتوفى في 1991 في السجن عن عمر ناز 58 عام. من هو؟ هو الألمان فيهم فيهم مش واحد برك أنا عملت عليه كانيبال اون ميم طون. كرول جواكيم كرول الكانيبال. تولد توي كنت عديو ثلاثة إجابات صحاحة الأخير. تولد في 1939 كان وراء 43 ضحية. أول جريمة قام بها عام 65 عمره وقت 26 عام. يعيطولو هو زيد انجينيور في الإلكترونيك وسلم روحه للشرطة واعترف وتحكم عليه بالمؤبد. من هو؟ في الفترة هذيك فما خريجي جامعة هذايا معناتها في الإلكترونيك معناتها خريج جامعة عندك تيد باندي هو هو خريج جامعة فما يظل زادة إدماند كامبر وإلا 42 فما واحد آخر اللي كان يرمي فيهم في نقول لك نعطيك الاسم اسمه باتريك وين جيسي جيسي كورني 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 باتريك وين كورني عيطولو المهندس القاتل. ثلاثة إجابات صحاح على أربعة. كانت هذه الكويز متاعنا في صدى المحاكم. صدى المحاكم. احنا مازلنا في التحقيق متاعنا في نهج البرجل باش نمشيو تويكا. في كل انتروغاتوار سي محمد صايري فما لحظات اعتراف، فما شكون يعترف وفما شكون لا يعترف الى الابد. دونك هذا باش يكون الجزء الثالث من نهج البرجل في فقرة الاعتراف، لحظة الاعتراف. لحظة الاعتراف. محمد صايري مرحبا من جديد بك يا عيش. اكثر حاجة فخور بها محمد صايري شنو؟ والله فخور اللي أنا معناتها حاولت باش في الدنيا هذه نخرج بأقل الأضرار وفرحان أني عندي ريسكابي ليه مع فلسفتي في الدنيا أني نخرج من الدنيا هذه بأقل الأضرار لي أنا والغيري وفرحان معناتها اللي أنا على الأقل عندي قبيل ولدي اللي هو اختار بعد اختار هالثنية هذه وعمل عمل ليكول دو سينما فهمني وشجعته في شجعته بيان سور وقت اللي عمل الواحد في باليش انا بي انا جبته صغير باش نضمن تسجيل المسلسل للاطفال للاطفال فهمني قادر نمشي للمدارس ونجيب تلامذة وليه يجيوا مرة في الجامعة عاد البطل نتاعي قلت نجيب ولدي تنقريه دروسه صحيح يبدا حاضر ويجي لهنا يهبط معايا كيكا ما يقطع لي حتى حد وما يهرب حتى ما يهرب حتى حد. هل محمد صاير يحس بالندم؟ إذا كان إي على شنو ندم؟ فما عندي ندم على ما هوش على المهنة. ففي فترة من الفترات عندي ندم معتها على زوجتي الله يرحمها الله يرحمها ماتت خليته معتها 39 وخليت لي أربع صغار أني معناتها ستري معناتها حاجه انت فهمني كمي كمام هذيك الحاجه الوحيده حلمه وما تحققتش محمد صايري مش
ما وصب ويزيك. لا 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 الحلمة متاعي والله هي الحلمة اللي تحققت معناتها اللي أنا صغير معناتها جمع رابيل اللي أنا في البريميال أني سكوندير والبروفيسور متاعي معناتها في الفرنساوية اسمها مدام العريف عملت ريداكسيون وحكيت فيها اللي أنا باش نولي ممثل معروف. صارت وصارت بالحق معناتها ما فماش. هل تعتبر نفسك محظوظ محمد سياري؟ والله محظوظ نكذبش عليك الحقيقة محظوظ برابور معناتها كنشوف فما معناتها زملاء وضعية معناتها غير مريحة في هذا البلد. أكثر حاجة ما يحبش محمد نحن في تونس اللي يعملوا في المسرح الوضعية غير مريحة بالكل صحيح. غير مريحة معناتها ما هيش كما في الجزائر ما هيش كما في المغرب ما هيش كما في مصر وهذا نعاود نقولها بلاد ما فيهاش سياسيين كبار ما تنجمش تخلق فنانين مسرح كبير وما تنجمش تخلق مسرح كبير. هل محمد ما فهمتش صدقوني لاني فاهمها لتو علاش معناتها علاش هما السياسيين والسياسيين معناتها هما اللي دمروا هالبلاد مش من تو من قبل خلنا نرجع معناتها كي نقولوا نحكيوا على ما قلت لك السياسه ما نحبهاش ملي بورقيبه ما نحبي هو بالله نحى ملك ولا رئيس ملك ولا ما يحكم مدى الحياه بيان سور شكون باش ياخذ عليه المشعل بن علي ضرب 23 سنه الى دونك جات الثوره هبطت معناتها تهلكنا. اكثر حاجه ما يحبهاش محمد السياري في روحه شويه تهلكت الكل الاقتصاد والهم الازرق الكل. شنو هو اكثر حاجه ما يحبهاش محمد السياري في روحه؟ هو تنرفيس. لو فما إنسان تحب تحكي معه وتقابله لآخر مرة شكون يكون محمد سياري الشخص هذا؟ والله شو قلت مدامني باش تقابله آخر مرة مش لازم. أكبر عدو لمحمد سياري شكون؟ نفسه؟ والله مانيش عدو لنفسي الحقيقة مع في فترة من الفترات يمكن عدو لنفسي خاصة وقت اللي كنت تكيف ياسر فهمني اكبر طلت سيبا ايه ما عادش عدو لنفسي سيبا صديق النفس. محمد سياري هل عشت النجاح كيف ما تمنيته؟ انا كنت انا الحقيقة ما نكذبش عليك كنت نعرف روحي اللي في تونس ماناش باش نخلقوا نجوم يعني حتى على المستوى العربي هم شوفوا كي نعملوا البورسنتاج باش نلقاو ظافر العابدين فهمني ابارساري يا ريان ما فماش نلقاو كان البنات ما اللي هما نجوم فريمون نجوم مشاو لمصر اما الطروحات السينمائيه ان شاء الله ما الطروحات الاخرين اللي هما على مستوى المسلسلات في تونس غير خارقة معناتها للسوق العالمي ما تهزش للشيل الانترناسيونال كان عندها كان في وقت كامل ونحن قال ما نعرفش شنو مع الناس ولا تنتج والناس كذا استثمرت بترولها لبناء دولتها والدراما نتاعها معناتها مشكلة معناتها عشت الحب كما ينبغي في حياتك محمد سياري عشته معناتها الله يرحمها معناتها زوجتي وكان زواج متاع حب وجبنا أربع صغار مزيانين معناتها بالكده فهمني هذا ما يمنعش أنه كي ماتت منا مش نقعدش بابا سن يعني بلاش مرأة مش بابا فيفر سون فام دونك عرست وجبت من المرأة الثانية طفل وإحنا مع بعضنا معناتها سعادة في نسب معينة الحمد لله كما حتى في الزواج الأول السعادة هي معناتها فيها موديلاسيون ما كانش تولي رتابة بيان سور أكثر من غيرنا وخير من غيرنا كانت هذه لحظة الاعتراف لحظة الاعتراف سي محمد السياري كانت هذه حلقتنا من نهج البرجل اليوم لعنا لا قاتل لا ضحية أما تعرفنا على شخصية محمد السياري نهج البرجل قاعد تتبع في فتح الهداوي معناتها طليت باش نعرف باش نشوف معناتها كمان فما اللي بعثولي من الاول معناتها كي بديت نسجل مانيش لاهي عندي ناس يحبوني يبعثولي حليت يبعثولي معناتها باش يتبوت
باش يشوف باش نشوف معناتها فما تعليقات تضحك معناتها نتاع المواطنين. وانت تي تسمع مش علينا في المواطنين؟ ما نكذبش عليك انا ما نحبش ننصب روحي انا معناتها حكم اما راني قلت انا معناتها راهو سوني با 60 ans 62 ans باش الممثل يحب يعمل الدراما الاذاعيه والدراما الاذاعيه راهي عندها معناتها حاجات لا محاله فما كل صوت عنده نفس لكن وقت اللي واحد يقرا نص يعطيه معناتها ما يستحقه من احساس ومن نطق والكاتب بالكتاب في هما توا خليني نقولها قاعدين يقلدوا فينا نحن قاعدين يقلدوا فينا اللي انه انا خلقت نهج التريبينال ومعايا عماد بن حميده اللي معناتها درس في الكتابه وليو يعملوا كيفنا يعملوا كيفنا وقاعدين يعاودوا في اللي نعمل فيه انا في ايامات اللي كنت في الاذاعه محمد سياري اريد ذكرى اسمه محمد سياري شنو باش تخلي للناس بعد مشوار طويل ناس باش تقعد تذكر محمد سياري هو في الحقيقه اللي عملته هنا في مؤسسه الاذاعه الوطنيه مسلسلات تاريخيه وغيرها المسلسلات تبقى ماهيش معناتها برامج اللي تندثر معناتها يرجعوا لها بالنظر وانا خدمت برشا على التاريخ نتاع تونس حبيت نخدم على تاريخ تونس المشترك مع الجزائر مع ليبيا مع مع مع, مع الغرب ومن اقوى الحاجات من اخر الحاجات مثلا عملت البنك العريانه في اخر مسلسل عملته في وقت اللي خرجت اون ريتريت في من الاذاعه الوطنيه خليت لهم مسلسل البنك العريانه واللي هو الفتره نتاعو تمتد لسبع سنين من تاسيس الاذاعه التونسيه 1938 وارجع ثمانية سنين التالي الصراعات الموجوده اللي ما بين زواتنا والصادقيه جماعة تحت السور جماعة المقهى اللي كان قابل إذا كان محمد سياري بعد التجربة هذه تقول كهو ماذا بيه نعمل ضربة الأخرى ضربة الأخرى ترجع ليفاب ولا ترجع للإذاعة الأم متاعك هو أكيد معناتها النجم من الإذاعة الأم معناتها حاجة هامة واحد كما يقولوها مانيش ناسيها ما بالعكس معناتها نحبها برشا علاش مرجعت ليش مرجعت ليش لانه في الفتره اللي خرجت فيها مسؤولين حاجه معناتها مش لازم معناتها نتكلم عليهم يعني باش ننقدهم مش نقد معناتها نسلخهم ببره فهمني ولي ذير فهمني ما عندهمش حتى هوس فني وبالنسبة لي فين سكرتك هو تعرفش علاش لأنه الدراما الإذاعية بنيناها وأنا من أكبر البنات متاع الإذاعة متاع الدراما الإذاعية المتطورة والحديثة من حيث الإخراج أنا كان يحبوا يرجعوا للأرشيف أنا اللي حطيت أسماء الممثلين وأنا اللي غيرت الوجه متاع الدراما الإذاعية في مسلسلاتها العربية وغيرها فهمني؟ بنوعية الإخراج واختياراتي الموسيقية أنا وتنجم ترجع أنت مثلا تول تحل الانترنت تشوف تلقى مثلا مسلسل شناب ما تلقى كان اسم المؤلف والمخرج الممثلة التقنيلة وهذا تنجم تول تشوفوه في المسلسلات الإذاعية الكل خلف هذا أنا غيرت معناتها أنا عملت أني سباس سونار للمسلسلات متاعي وعملت برشا حاجات ساعات ثم السامبوليزم زاد في الإخراج وهذا مش تفضليك ناخذ جوائز لنوت لميلودي وكل كي ناخذ جوائز أنا في القاهرة رو معظمها في القاهرة والأردن وسوريا واحدة في تونس اللي هو جايز أول واحدة خذاوها أو خذاوها مؤسسة الإذاعة أول مرة فهمني دونك أنا صاحب مشروع درامي ما يلزمش واحد يسكت وما يقولش ها هاوكا يا خويا خليهم يسمعوا ويقعد للتاريخ خاطر كي يقول لي مثلا تتواضع ما تقول حتى شيء الناس يسمعوا اللي بهبر وتطاطي وتطاطا وما فارغين دونك هذايا هاني قلته للتاريخ وقلته قبل باش يبقى خاطر الناس ما فوالا سي محمد سياري
شكرا على صراحتك، شكرا اللي كنت الانفيتي نتاعنا، ان شاء الله يكون الحوار عجبك. انا فرحان نعرف اللي الحوارات نتاعك حلوه برشا، ما كنتش نتصور برا يعطيكم برجل. ما مش ليه، نحبك برشا سي محمد سياري، وشكرا ليك اللي كنت ضيفنا.